صباح الخير مشاهدينا، لكم نحن وياكم بصبحية جديدة. الصبحية اللي بتحمل مع ليل بيروت المتقاذف بين كل شيء بشع عم بيصير حوالينا، بين كل الأشخاص والنفوس اللي بس قصد الفتنة بهالمرحلة الحساسة. اليوم بدنا نحط كل شيء على جنب، لأنه شغلة واحدة لازم نركز عليها وننطلق كل واحد انطلاقا من مكانته، لحتى نقول أنه إذا الواحد ما عنده شيء بناء يقوله أو يعمله، إذا الواحد ما عنده شيء إيجابي، إذا الواحد ما عنده شيء بيقدم بيطور بيبني، إذا في أي اتجاه للتهديم، إذا في أي اتجاه للفتنة، الأفضل نضل ساكتين، الأفضل بهيدي المرحلة نكون بعيدين، ما نقول شيء لحتى نمرق هالمرحلة على خير، لأنه اليوم الوطن بأكمله هو بهالمحك اللي هالقد مفصلة وأساسي وهالقد خطير. فخلونا ما نزيد الأمور، لأنه الصورة مثل ما عم تتسوق منا هي الحقيقة على الأرض، لأنه بالنتيجة كلنا لبنانيين، واللي رح يصير على الكل. فاليوم مش بس الدعوة لنكون إيجابيين، الدعوة لحتى نسكت إذا ما عنا شيء إيجابي وبيبني. إذا بدنا نهدم الأفضل نزيح من الصورة ونبعد، لأنه مش هيدا يلي بدنا إياه. صباح الخير، صباح الأمل، وصباح هنهار الجديد يلي اليوم بيبدأ. منبدي بصلاة، بتأمل، منبدي بتضرع لرب العالمين لحتى هالمرحلة بختام هالعام ما نكون عم نمرق من 2019 حتى ننطلق ب 2020، مش نرجع ل 1975. هالمشاهد كلها بدنا نشيلها لحتى نروح للأفضل، نروح للحل يلي رايحين لقلو، وعلى أمل يكون لخير كافة اللبنانيين. صباح الخير لكم، وصباح الأمل والابتسامة. دايما بدنا نضل مبتسمين ومبسوطين، وخاصة بهيدي الفترة حتى نرجع شوي من روحية العيد. نحن وياكم بهيدي الحلقة اليوم رح ننطلق، في ضيوف متنوعين رح ينضموا لنا بالستوديو، في أخبار حلوة رح نحكي عنها وإنجازات، إن كان على صعيد التربوي مع ماجد جابر منسق عام المؤتمر التربوي اللي بيحصل لأول مرة، رح نحكي بكل تفاصيله. رح نحكي كمان عن عمل مسرحي، واليوم مثل الفن دايما بيعكس واقع الأرض، فاليوم هالعمل بيحمل عنوان 1975، حتى نكون عم نتعلم، حتى نكون عم نقرأ الوقائع ونكون عم نبني لقدام. وهذا اللي بدنا إياه واللي انطلقت فيه اليوم بمقدمتي. أيضا رح نتابع، لأنه أكيد في نشاطات ميلادية عم بتصير رح نحكي فيها مع المحامي روفي الصفير، إلى جانب أيضا مواضيع أخرى رح نكون عم نحكيها مع المحامية الدكتورة حمود، وهي مستشارة معتمدة للشركات، وأيضا نحكي معها عن التنمر، وخاصة اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي على سوشيال ميديا عم نشوف كتير من التنمر البشع المدمر. رح نحكي عنه وقديه هو صار جريمة بحد ذاته لما نتوجه بالشخصي وبالعقائدي وبالدين وبغير أمور لحتى نحجم حرية الآخر. منتابع أيضا لحتى نحكي عن بادرة أيضا مع إلغاء مهرجانات الأرز للعام 2020، استبدلت هذه المهرجانات ببادرة لإقامة عازل للحرائق، وهو سيستم متقدم جدا لحماية الغابات الكبيرة. رح نحكي عنه مع عضو لجنة مهرجانات الأرز الدولية السيدة بولا جعجع، وأيضا السيد زياد السيد طوق مؤسس شركة يوريسكو، بحثونا عن أهمية هيدا النظام يلي بيحمي الغابات من الحرائق. أما البداية بحلقتنا مثل العادة مع أحوال الطقس، مع أحوال الطرقات، وأيضا مع الرياضة اللي هن محطات أساسية منتوقف عندهم. بداية مع غرفة التحكم المرور إلي لبكي، صباح الخير. صباح
صباح الخير. لي قبل ما ننطلق وتخبرنا بالطرقات داخل العاصمة بيروت والطرقات المؤدية لداخل العاصمة، خبرني شوي بعد، في شي طرقات مقطوعة إن كان على الجبال بحكم تراكم الثلوج أو حتى بسبب التظاهرات أو الحراك اللي كمان عم ياخد منحة ببعض الأحيان لتسكير الطرقات، خبرنا. بلش طرقات الجبل عم يكون عندنا بس عناد الأرض عم تكون هي للدفع الرباعي والمجنزر، بس الباقي الطرقات الجبلية كلها فاتحة. أما بالنسبة للطرقات المقطوعة عم يكون عندنا بس بعد طرابلس اللي هي ساحة النور اللي عم تكون مقطوعة بس، وكان عندنا دوار إليا صايدة أو هن بس اللي كانوا، بس باقي كل طرقات بيروت وكل المناطق فاتحة الطرقات ما في أي مشاكل. أما بالنسبة لحركة المرور عم تكون عندنا حركة مرور ناشطة من نهر الكلب باتجاه البي كمل ناشطة وصولا إلى النقاش، بلش الاختصار عندنا من أنتليوس كمل خفيفة باتجاه نهر الموت، من بعدها نكمل باتجاه الدورة عم تكون حركة مرور ناشطة. أما بالنسبة للنازل من ساحة أنتليوس داخلة باتجاه الأوتوستراد عم تكون كمان حركة مرور ناشطة وبترجع تضغط أكيد على الأوتوستراد مثل ما ذكرت. بالنسبة للطريق البحرية عم تشهد أنها حركة مرور بلش كثيفة من آخر أنتليوس باتجاه بيروت. أما المكمل من الدورة باتجاه شهر الحلو عم تكون كمان حركة مرور ناشطة بتكمل ناشطة باتجاه الصيف وصولا إلى الوسط التجاري. عم بكون عنا حركة مرور ناشطة من بلفار سنالفيل باتجاه الصالومة، بتكمل من الصالومة باتجاه الحيك وصولا الى جسر الواطي كمان عم بكون حركة مرور ناشطة. على المدخل الجنوبي عم تشهد عنا حركة مرور ناشطة من المدينة الرياضية، بلش ضغط السير عنا من جسر الكولا، من جسر الكولا المكمل باتجاه النفق وصولا الى الوسط التجاري عم تصير حركة مرور ناشطة. على المدخل الشرقي عم تشهد أن حركة مرور ناشطة من اليارزة بتكمل ناشطة باتجاه السياد، المكمل من السياد باتجاه الكارانتينا كمان عم تكون حركة مرور ناشطة. أما المكمل من السياد باتجاه جسر العبلية عم تشهد أن حركة مرور كثيفة باتجاه الأشرفية، عم بكون عنا حركة مرور ناشطة من مستضيف العبلية باتجاه المتحف، المكمل من المتحف باتجاه الدربير وصولا إلى كورنيش نظرة عم تكون حركة مرور ناشطة كمان. عم يكون عنا حركة مرور كثيفة من تقاطع برج غزال باتجاه تقاطع حداد، أما من تقاطع برج النور باتجاه شارع الحمراء عم تشهد عنا حركة مرور ناشطة. عم يكون عنا حركة مرور طبيعية من عند مريسة باتجاه حمام العسكري. أما حوادث السير تسجلت عنا خلال 24 ساعة الماضية 8 حوادث 9 جرحى، مخالفات السرعة 612 مخالفة. للاستفسار عن أي طريق ممكن اتصال على 1720 تويتر أبي عن في لبنان، فيسبوك أرفق تحكم مروري، وهذا كل شيء. شكرا لك إلي لبكة مباشرة من غرفة التحكم المروري. مشاهدينا منتابع نحن وياكم كمان برنامجنا، فيكم تتابعوه عبر السوشيال ميديا أكيد من خلال كمان الفيسبوك بيج وأيضا من خلال teleliban.com.lb. أما هلأ الفقرة الثانية اللي منتجه لها حتى نكون مباشرة مع رياضة مع الفتنس كوتش سائر حسكون، شو محضر لنا منتابع سوا. مشاهدينا عم ننطلق بلقاءاتنا الحوارية، منروح للجانب التربوي لليوم نحن بأمس الحاجة له، وخاصة مع واعذروني على التعبير تخربط يلي صار كمان بالنظام التربوي مع الطلاب، فنحن بحاجة للتصويب وبحاجة كمان أن تنحط الأمور بنصابة الأساسي. المؤتمر التربوي الأول لتعليم الأساسي الرسمي بلبنان أكيد عسي أنه يكون مفترق طرق لحتى يكون عم يبني لهذا الجيل يلي بحاجة لأسس ثابتة بالتعليم. نحكي بكل تفاصيله مع ضيفة منسق عام هالمؤتمر التربوي السيد ماجد جابر. صباح الخير. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك ولجميع المشاهدين. يا هلا. ماجد بداية رح انطلق معك لحتى نعرف عن هذا المؤتمر، مين أطلق الدعوة لقاله؟ بعرف أنه برعاية وزارة التربية والتعليم العالي، ومين شبك الأيادة لحتى يحصل؟ نعم، هذا المؤتمر هو المؤتمر الأول للحركة الثقافية في لبنان والمنطقة التربوية في الجنوب مجتمعين.
كانت الانطلاقة لهذا المؤتمر التربوي تجاه التعليم الرسمي. دعينا إليه حتى يكون هذا المؤتمر مؤتمر خارطة الطريق نحو حلول مستقبلية لما يعنيه التعليم الرسمي في لبنان. هو مؤتمر يمكن القول أنه من تخطيط الحركة الثقافية لبنان والمنطقة التربوية في الجنوب بالدرجة الأولى. شو أهمية إقامة هذا المؤتمر اليوم؟ من وين إجت الحاجة لحتى يكون في دعوة لهيك نوع من مؤتمر؟ لا شك أن التعليم الرسمي في لبنان وبالأخص المرحلة التعليم الأساسي تعاني ما تعانيه، ونعتقد جدا جازمين أن ما يعانيه التعليم الأساسي هو صلب العمل، هو صلب المشكلة، صلب مشكلة النظام التعليمي في لبنان. نعم. توخينا من هذا المؤتمر عدة أمور. أتينا لنستعرض ما هي أبرز المشكلات التي يعانيها هذا التعليم. أردنا أن نقوم واقع هذا التعليم، الإضاءة على أبرز المشكلات التي يعانيها، التعرف على واقع العملية التعليمية في هذا التعليم، تقويم واقع الشراكة المجتمعية بين التعليم الأساسي الرسمي والمجتمع المحلي، الإضاءة على الدور النقابي لرابط التعليم الأساسي الرسمي والدور المحوري الذي ينبغي أن تقوم به من أجل النهوض بهذا التعليم، تقديم المقترحات العلمية والعملية التي يمكن أن تنهض في هذا الدور العلمي بهذا الدور من التعليم. وأيضا أردنا أن نفتح قناة بحثية لطلاب الدراسات العليا حتى يستشفوا من هذا المؤتمر بعض المشكلات التي يمكن أن تكون طريق ممهدة لأبحاثهم المستقبلية. هذا المؤتمر مهم للجسم التعليمي إلى جانب أيضا الجسم الطلابي والمعنيين، لحتى يكون الكل من موقعه عم بيقدم وينهل من مقررات هالمؤتمر لحتى يقدر يعطي أفضل ما عنده. لا شك أن هذا المؤتمر وما يرشح عنه ينبغي أن يضع السياسة الرسمية أو الإدارة الرسمية أو الوزارة في خلاصة الأمور التي حصلت، أي بمعنى النتائج التي ترشح عن هذا المؤتمر يجب أن تضيء على المشكلات الحقيقية التي يجب أن تلتفت إليها الوزارة. نعم. أيضا الطلاب ينبغي أن يستفيدوا من ما يرشح عن هذا المؤتمر للاستفادة من أبحاثهم اللاحقة. أما المعلمين ومديري المدارس يجب أن يستفيدوا من طبيعة الإمكانيات التي ينبغي أن يعملوا عليها من أجل التنمية المهنية والاستعداد أفضل نحو عملية تعليمية جيدة. نعم. اليوم أجد لما نحكي عن هذا الموضوع، مين الأشخاص اللي كانوا مشاركين بهذا المؤتمر من ناحية سبيكرز أو أشخاص كانوا عم يحكوا بالمحاور يلي كمان بعد شوي رح اتوقف عند تفاصيلها لحتى نحكي بكل المحاور، وهني أربع محاور أساسية تضمن المؤتمر. مين الأشخاص اللي شاركوا؟ نعم، هذا المؤتمر أردناه مؤتمرا جامعا وطنيا، وأن يحتوي الأكاديميين الباحثين والإدارة الرسمية على طاولة واحدة، حتى لا يكون مؤتمرا من جهة واحدة. أردناها أن تكون مواجهة تربوية جميلة حتى نضع الأمور في نصابها الصحيح. شارك في المؤتمر بالدرجة الأولى التفتيش التربوي المنوط به الرقابة على العمل على التعليم الرسمي، المفتش العام التربوي ومفتش تربوي آخر، رابطة التعليم الأساسي الرسمي، إدارة التعليم الأساسي الرسمي، المنطقة التربوية في الجنوب، المركز التربوي والبحوث والإنماء، أساتذة جامعيون من كلية التربية في الجامعة اللبنانية والمعهد العالي للدكتوراه، باحثون تربويون، ممثل عن لجان الأهل في المدارس الرسمية، ممثل أو رئيس بلدية السرفان تكلم باسم بلدية السرفان والتجربة التي خاضتها. أيضا كان هناك ممثلون عن اليونيفيل، اليونيفيل يقدمون دعما دائما للمدارس الرسمية في الجنوب. أردنا أيضا أن نستكشف أو إشراقهم وأن نستعرض التجربة التي يخدونها في دعم هذا التعليم. نعم. إذا بدأت توقف عند المحاور الأساسية الأربعة يلي ضمنهم هالمؤتمر، بداية رح أحكي شوي عن السياسة التربوية ودور الرقابة والتفتيش التربوي. هذا الواقع قديه مهم وبنفس الوقت قديه حاضر اليوم بنظامنا التعليمي. نعم، في هذا المحور في لبنان السياسة التربوية سياسة تاريخية. النظام التربوي في لبنان نظام تاريخي. نعم. نظام قائم على طائفية مطولة. دور التفتيش التربوي هو دور محوري وأساسي في النهوض بالعمل التربوي، لأنهم كلما كان هناك رقابة صارمة وصحيحة
وجدية في العمل التربوي، كلما كان هناك إنتاجية أفضل. أردنا هذا المحور الأول لنضيء على السياسة التربوية تاريخيا كيف تطورت. أيضا أردنا أن نضيء على الدور الذي يكون به التفتيش التربوي، وما هي أبرز المعوقات التي تعطر الطريق هذا التفتيش حتى يقوم بمهمته. نعم، شارك في هذا المحور بالتحديد، كان هناك عناوين متعددة. المفتش العام التربوي فاتن جمعة شاركت في رقابة بعنوان رقابة التفتيش التربوي على التعليم الأساسي الرسمي بين النص والواقع. أيضا الدكتور حسان قبيسي الدكتور الخبير طرح مداخلة بعنوان التعليم الرسمي حاجة وطنية. الدكتور البروفيسور سيمون عبد المسيح كان له مداخلة كبيرة حول العلاقة الجدلية بين ضعف الدولة وتراجع التعليم الرسمي، وكانت مداخلة قيمة. أردنا من هذا المحور تحديدا أن نسلط الضوء عن الأسباب الكامنة التي أدت إلى تراجع التعليم الرسمي خلال السنوات المتعاقبة، وما هي الأمور التي حالت دون تطوير هذا التعليم والنهوض به وإيقاظه من كبوته حتى الآن. نعم، اليوم محور ثاني مهم جدا، وخاصة مع المنهج التعليمي والدراسي الجديد مع أدوات التدريس المستحدثة أيضا يلي بتواكب التكنولوجي. اليوم عم شوف كثير من المدارس كمان عم تعتمد نظام التعليم من خلال البلاك بورد، وهذه شهدناها بالمرحلة يلي جبرت المدارس تعتمدها بظل الظروف المؤسفة يلي صارت مؤخرا. فكان الطالب عم يحصل على دراسة تبعه من خلال خلينا نقول الأونلاين. وهيدي شغلة أساسية. فأداء هذا المحور ركز على هذا الموضوع، إضافة إلى كمان إشراك الكتاب الإلكتروني وكل هيدي الجوانب اليوم بالنظام الجديد. نعم، لا شك أن العملية التعليمية هي الخطة التنفيذية للمنهج التربوي. والمنهج هو روح العملية التربوية. أردنا في هذا المحور أن نستعرض ما يعانيه المنهج الدراسي في لبنان، ومدى مواكبته وملائمته للعصر، ومدى جديته. أيضا أردنا أن نستكشف طرائق التعليم المتبعة، الأدوات التي يستخدمها المعلمون في المدارس، وآليات التقويم المتبعة، هل هي آليات صالحة أم آليات تقويم ما زالت تعتمد على الامتحان كنظام وحيد يحكم على المتعلم. نعم، شارك في هذا المحور خبراء متميزين، نذكر منهم رئيس المركز التربوي والبحوث والإنماء الدكتور نمر فيحة، الذي وضعت المناهج يوم كان مستلما للمركز التربوي والبحوث والإنماء، وضع مداخلة بعنوان مواكبة تطبيق المناهج التعليم الأساسي مشاريع وتحديات. أيضا الدكتورة سكارلت صراف كان لها مداخلة بعنوان لكي ينجح التقييم حين يخضع للامتحان، وقد أشارت في مداخلتها إلى أسباب تردي نتائج لبنان في الامتحانات الدولية على اختبارات تيمس وبيتزا، والمعاناة التي نعانيها على مستوى كيفية العملية التقويم التي نقوم بها في المدارس، ومدى ربما حتى الآن نحن لم نصبح على مستوى كيفية إقامة تقويم صحيح للمتعلمين. أيضا كان هناك مداخلة للدكتور فوزي أيوب وللدكتورة رنا عبدالله من المركز التربوي والبحوث والإنماء والأستاذة فاطمة درويش. ما وصلنا إليه أن نظام التقويم في لبنان يجب أن يكون من أجل المتعلم، يعني بمعنى أنه يجب أن يصب في مصلحة المتعلم، أن يكون في خدمة المتعلم، لا أن يحكم عليه سلبا، بل بالعكس يجب أن يكون مكرسا لخدمته والحكم عليه بطريقة إيجابية جدا. طبعا على كل حال عم نتشارك مع المشاهدين كمان مقتطفات من هالمؤتمر بالوقت يلي عم نتابع حديثنا وحوارنا عن هذا الموضوع، لحتى نحكي عن نقطة أساسية ومهمة جدا يلي هي بتجي بالمحور الثالث. نعم. وبتخدنا أكثر للأعداد والتدريب يلي بيطلع أكثر للمدراء للمعلمين للجسم. نعم. التعليمي أدا هيدا نقطة أساسية ومحورية لحتى تجهز هؤلاء لملاقات العصر ليقدر يكون الدليفري تبعهم والعطاء تبعهم بواكب تطلعات الطلاب يلي كمان اليوم قادرين يحصلوا على المعرفة من الانترنت. واليوم الجيل جيل واعي صار، بطل جيل بس ناطر. نعم. المدرسة أو الجسم التعليمي لحتى يزودوا. نعم. بالمعلومة. لا شك أن العملية التعليمية داخل الغرفة الصفية تتطلب أن يكون المعلم ملما
بجميع الطرائق أو ملما أن يكون على قدر من التنمية المهنية اللازمة، خصوصا في ظل هذه الظروف العصرية. إعداد المعلم وتدريبه، إعداد المدير وتدريبه أمر أساسي ومفصلي في نجاح أي مدرسة وفي أي عملية تعليمية. التنمية المهنية لأي معلم ولأي مدير يجب أن تكون دائما مستمرة حتى يستطيع أن يواكب التطورات العلمية والعصرية والتكنولوجية وما إلى آخره. في هذا المحور كان لنا عدة مداخلات، أنا أريد أن أتكلم عن بعض المداخلات وأعتقد أن هذا ضروري وأساسي. كان هناك مداخلة للأستاذ جهاد عباس المفتش التربوي القدير حول آليات اختيار وإعداد وتدريب الأساتذة والمعلمين والمدراء في التعليم الرسمي. أيضا كان هناك مداخلة للدكتورة سوزان أبو رجيلي حول التفكير المهني الذاتي، الاستراتيجيات والأثر. هناك مداخلة للأستاذة ندى جرجس من التدريب من المركز التربوي للبحوث والإبناء حول التدريب المستمر. وهناك مداخلتان للأستاذة هيام إسحاق وسمر الزغبي حول إعداد وتدريب المعلمين في التعليم الرسمي. كان هناك وضوح أن التدريب ليس على المستوى المطلوب ولا يتم بالطريقة الجيدة ولا يأخذ اتجاها جديا. التعليم الرسمي يحتاج إلى تضافر جهود من أجل إعداد معلمين بطريقة جدية وفاعلة أكثر. صحيح أن كلية التربية تقوم ما تقوم به حين يقوم المعلم بالانضمام إلى التعليم الرسمي بعد النجاح في المباراة ربما، لكن يجب أن يخضع المعلم دائما إلى دورة تدريبية. ولفتني عن أحد التوصيات أن ثمة من اقترح أن يكون هناك بطاقة معلم لفترة زمنية تجدد هذه البطاقة استنادا إلى تقييم المعلم لاحقا حسب الخبرات والتدريبات التي قام بها. على ضوء ذلك تجدد هذه البطاقة أم أن المعلم تسحب منه رخصة التعليم؟ هذه الخطوة لقت قبول عند الجسم التعليمي، لأنه كمان مانا سهل، لأنه اليوم مع الظروف اللي المعلمين عم يشتغلوا فيها ومن قدر جهودهم يعني يمكن هني من الأشخاص يلي أكتر شيء عم يتعبوا، أقل شيء عم يحصلوا على حقوقهم وزبيتهم بسلار هالقد ما عم يوفيهم تعبهم. أدى هيدا المفارقة بتحط المعلم أمام تحدي، كيف كان ردة الفعل على هذا الموضوع تحديدا؟ لا شك أن الحافز المادي للمعلم هو أساسي في نجاح عمله. كلما كان المعلم على درجة كبيرة أمام حوافز عالية معنوية أو مالية أو مادية ستكون إنتاجيتها أكثر. لا شك أن الظروف الاقتصادية للمعلمين هي ظروف ليست على المستوى المطلوب، وربما يحمل المعلم أكثر من طاقته، وهذا أمر واقعي ومعروف لدى الجميع. بالنهاية العملية التربوية هي رسالة، ويجب أن يدرك المعلم أن هذه الرسالة يجب أن تقدم تضحيات في مكان ما، بناء المجتمعات فيها تضحيات. نعم قد لا يتقبل جزء كبير من الأساتذة هذه النقطة، لكن نحن إذا أردنا أن نضغط بعمل جدي يجب أن يكون لدينا معايير صحيحة ودقيقة، لأنه لا يمكن البتة أن يكون هناك أي عمل جدي وصحيح وناتج إذا لم يكن هناك أي عملية تقويم له، إن لم يكن هناك معايير، إن لم يكن هناك رقابة، إن لم يكن هناك نظام. كل هذه الأمور إذا اجتمعت في أي عمل حتما سيرتقي ويبلغ الجودة التي نرتضيها، لكن أن نترك الأمور كما هي لا يمكن البتة أن نصل إلى ما نبتغي إليه. اليوم بس أحكي عن نقطة أخيرة أيضا اللي هي العلاقة بدور النقابة بدور كمان مجالس الأهل. اليوم مثل ما ذكرت بلدية الصرافند كمان اللي كانت حاضرة من خلال يعني توجيهات ومشاركتها أيضا، ويكون في تشبيك مع هؤلاء الجهات لحتى الكل ينهض بهالمشروع. كيف خلصت النقطة الأخيرة من هيدي الناحية وعلى شو ركزت؟ لا شك يجب أن ألفت إلى أمر ما مهم ضروري، أنه في مرسوم إنشاء وزارة التربية في المادة 50 يجب أن يكون هناك تعاون دائم بين البلديات والمدرسة الرسمية. المادة 50 تنص على أن العلاقة يجب أن تكون دائما، ويجب أن تكون البلدية دائما على تماس مع المدرسة الرسمية بدعمها ماديا وتوفير الأبنية لها. على الوزارة أن تتكفل بتأمين المعلمين فقط،
هذا الأمر لا يحصل كثيرا إلا على مستوى بلديات جدا محددة، كما نصت المادة 49 أو المادة 50 من نظام البلديات أيضا على هذا الأمر. لا شك أن الشراكة المجتمعية بين البلديات والمدرسة أمر أساسي للنهوض بالمدرسة، وأيضا الشراكة المجتمعية بين مؤسسات المجتمع المحلي والمدرسة الرسمية أمر أساسي، وتعاون الأهل مع المدرسة الرسمية كمان أساسي ومحوري. للأسف نرى أن اهتمام الأهل بالطلاب بالمدرسة الرسمية يكاد يكون معدوما. لا أدري لماذا يهتم الأهل أنفسهم عندما يضعون أولادهم في مدرسة خاصة يكرسون الاهتمام اللازم، وعندما أنفسهم يضعونهم في مدرسة رسمية يديرون ظهرهم. هذا أمر غريب وغير مقبول. يجب أن تكون هناك متابعة، لأن نجاح المدرسة الرسمية تحتاج إلى تضافر جميع الجهود من الوزارة والمدرسة والمجتمع المحلي والبلديات والأهل ومؤسسات المدنية. كل هذا يؤدي إلى نجاح محوري وأساسي. طبعا على كل حال هذه كلها نقاط خلصت لتوصيات مثل ما ذكرتم. نعم. لختام كل نقطة يعني ختاما وسريعا، شو أبرز النقاط اللي رح يتم العمل عليها؟ نعم. ومتابعتها لقدام لحتى نكون عم نختم. نعم. سأتكلم عن بعض التوصيات لأن الوقت أعتقد لا يتسع. إذا أردنا أن نتكلم عن المحور الأول ما رشح عنه حول السياسة التربوية ورقابة التفتيش التربوي، ضرورة تفعيل العمل الرقابي للتفتيش وإقامة توأمة مع كلية التربية لتدريب الخريجين، والأخذ بعين الاعتبار سبب رفع أسباب عدم تنفيذ التوصيات الصادرة عن التفتيش. لماذا توضع توصيات التفتيش كثيرا جانبا؟ لماذا لم يؤخذ بها؟ بالمحور الثاني الطلب كان هناك نحو تحديث المناهج في النظر وإعادة النظر في النصوص والقرارات بما يتلائم مع قيم العصر والثورة العلمية والمعرفية والتواصلية. تحديث طرائق التعليم ليصبح التقويم من أجل التعليم، الأخذ بعين الاعتبار آراء الطلاب، وهنا نقطة محورية وأساسية. لا يمكن أن نبني منهجا دون أن نأخذ اتجاهات وميول والطلاب. الطلاب هم الأساس، هذا المنهج مكرس للطلاب. صح. لا يمكن أن نهمل الطلاب ونضع المنهج الذي يلائمنا نحن. إكساب الطلاب التلاميذ كفايات القرن 21 للتمكن من اتخاذ القرار، تعزيز التعليم وفق أسس التفكير الناقد، اعتماد التقويم من أجل التعلم. أيضا في المحور الثالث حول المديرين والمعلمين، ضرورة إخضاع المديرين للمدارس. نعم. مختصرين أكثر. نعم. التأكيد على خضوع الأساتذة حتى المتعاقدين إلى التدريب مثلا. نعم. ربط المشاركة بالدورات بالدرجات الاستثنائية. بالمحور الرابع ضرورة التأسيس لبنية اقتصادية تقوم على المعرفة، وضع مناهج ترتكز على تنمية قدرة المتعلم على ابتكار وتحليل البنية الإنتاجية للمعلومات، ووضع مناهج تعليمية ترتكز على تحديد ماهية الرأسمال. نعم. هناك توصيات ضرورية وأساسية، ضرورة وضع استراتيجية تعليم واضحة في لبنان، زيارة إعداد المفتشين كنا تطرقنا إليها. هناك ضرورة إصدار المراسيم التطبيقية للقانون 73 المتعلقة بتقييم أداء مديري المدارس في الثانويات الرسمية، اعتماد مجلس الخدمة المدنية كجهة معنية باختيار الأهلية وتنظيم مباريات لاختيار المديرين، عدم تكليف المديرين قبل إخضاعهم لإعداد مسبق وكاف، وضرورة متابعتهم لدورات تدريبية. ضرورة مساءلة المتغيبين عن الدورات من دون عذر مشروع، حظر نقل المعلم الذي خضع لدورة تدريبية في مادة معينة في حلقة دراسية، بلورة آلية لمتابعة وتقييم التدريب أثناء يعني التدريب. كلها بتصب بمصلحة. نعم. الطالب، ووضع كمان الإطار الصحيح والتقويمي. نعم. للمنهج التعليمي. على كل حال يعطيكم ألف عافية. نعم. على أمل أنه هيدا الجلوس كله تترجم على واقع الأرض. منسق المؤتمر التربوي الأول للتعليم الأساسي الرسمي بلبنان فقط ماجد سريعا، بدي ارجع شكر بالدرجه الاولى لكل من ساهم في انجاح هذا المؤتمر. نعم. واخص بالشكر رئيس المنطقه التربويه في الجنوب الاستاذ باسم عباس، واتحاد بلديات سور وبلديه السرفان وثانويه سراج صدقين، والاستاذتين ريما عماشة والاستاذه ريما يونس، لما بذلتاه من جهد كبير في انجاح هذا المؤتمر. الله يقويكم يعطيكم ألف عافية، وإن شاء الله كل هالمقررات بتصير واقع على الأرض لتطوير المنهج التعليمي وخاصة بما يتعلق بالتعليم الرسمي بلبنان. ماجد جابر شكرا لحضورك. شكرا لك على الاستضافة. شكرا لك. يعطيكم ألف عافية. مشاهدينا نحن وياكم بنتابع، بنروح للفن، بنروح للمسرح، ولكن بعد الفاصل بنروح لمسرحية 2019-1975 بريك، وبنتابع نوزع بينك. خليكم معنا. مشاهدينا نحن وياكم متابع صبحيتنا، منروح للمسرح اللي هو مراية كل مجتمع، وبلبنان هالنشاط ما بيقل ابدا، لحتى يكون عم بيفرجي ويبرهن دائما انه حاضر
هو موجود اليوم كمان مع المخرجة لينا أبيض، عمل جديد بيخدنا لإبداع آخر أيضا من رواية كتبها ألكسندر نجار بالعام 1999 وهي تحت عنوان مدرسة الحرب، ولكن اليوم هالعمل مقتبس بيحمل عنوان 2019-1975. لحتى نحكي بتفاصيله أكثر بصرنا استضيف معي بالستوديو واحدة من بطلات هالعمل، شخصيات يلي عم تندمج لحتى تخبر هيدي القصة، الممثلة تريسي راعي. صباح الخير. صباح النور، كيفك؟ أهلا وسهلا فيك. مرسي كتير. هلا تريسي، اليوم لما نحكي أول شيء عن لينا أبيض اللي هي بخط مسرحي دائما مع جامعة الاليو، يلي لينا صارت هيك يعني عاملة ايدنتيتي للعمل المسرحي اللي بيكون من توقيعها، بدي روح بداية لاختيار هذا العمل وتوقيته اليوم مع شو عم بيصير حوالينا بلبنان. هو أول ما بلشنا هيدي المسرحية قررنا أن نسميها ما تخاف حبيبي، هيدا فرقيع، وكنا بس عم نحكي نحن عن الحرب الأهلية اللي صارت بلبنان، وبعد ما انتفض لبنان ب 17 تشرين الأول قررنا أنه نغير اسمها. يعني بالفترة اللي أخذناها، البوز اللي أخذناها، لينا بلشت تفكر وقربت كيف بدنا يعني تريد عيادة المسرحية بتوجيه كل شيء عم بيصير هلأ بالبلد. يعني بالمسرحية الشخصيات بيكونوا هني مثلهم مثلنا، نازلين يتظاهروا، بدون يدف يطلبوا بحقوقهم، وبيمرقوا بيلاقوا صالة هي Art Gallery، ومن هنيك بيضطروا بيحكوا عن الحرب الأهلية، بس كمان بيحكوا عن الحرب الأهلية keeping in mind كل شيء عم بيصير هلأ بالبلد. أكيد هذا الباراليليزم يلي عم بيصير ما بين النص الأساسي وما بين أيضا يعني نص المسرحية. بدي أحكي شوي عن اختيار الكاتب ألكسندر نجار يلي أعطى كمان هذا الفكر الجميل جدا يلي بناخد منه اليوم هيدا عنص مدرسة الحرب. خبرينا شوي تريسي، شو كان التحدي معكم ومع لينا كمان لحتى تاخدوا نص هالقد مهم، وكيف كان في تحدي بإعادة خليني أقول صياغته لحتى يلائم العمل المسرحي ويكون كمان عم يعمل باراليزم على شو عم بيصير اليوم مثل ما عم تقولي؟ أكيد إذا بتعرف لينا هي بس أخذتها لهيدي القصة كانت عارفة إنها منها مسرحية ومكتوبة بطريقة صعبة كتير تنعمل مسرحية، لأنه قصص مختلفين عن بعض، ما خصهم بعض، عن شخص واحد كيف بيخبر يعني يومياته من الحرب. ولما أخذناها لهيدا الكتاب اللي كتير عجبنا هو أدي ألكسندر بيفوت بالتفاصيل اللي عاشتها الشخصية بالكتاب عن يوميات الحرب والصعوبات الصغار اللي بيصيروا، بس كمان الأشياء البسيطين يلي صاروا بالحرب يلي أوقات ننساهم، يعني اللحظات بركل شوي حلوين بحرب كتير قاسية وبشعة. هلأ نحنا بس أخذنا لهيدا الكتاب ترينا يعني ناخد يوميات هيدا الشخصية ونعمل منهم شخصيات مختلفين عم بيخبروا كل واحد يومياته من الحرب، وكل واحد عم يحكي عن ديركسيون كتير مختلفة من الحرب. اشتغلتوا من هيدا ناحية يعني لما قريتوا النص كلكن، كل واحد اشتغل من زملائك وانت على جانب، اشتركتوا الأفكار، يعني صياغة النص النهائية كانت لينا أو جمعت كل أفكاركن سوا؟ خبريني شوية كيف صار العمل. هو العمل كلنا طلاب، يعني كلنا طلاب جامعة، ولينا أكيد كانت عم بتديرنا طبعا. هلأ نحن بس بلشنا نشتغل عليها للمسرحية بنصير نعطيها أفكار للينا، وأوف كورس هي بتقرر إنه هيدي الفكرة زابطة، هيدي الفكرة منا زابطة، وبنصير يعني نتشاور معها كرمال هيك نحن نتعلم كتير من هيدا الصف سبيسيفيكلي، هيدا الصف يلي بينعمل منه مسرحية بآخر الفصل. ويعني صراحة نحن لقينا شوية صعوبة كالطلاب لأنه نحن مش عايشين على الحرب أبدا، وكتير عالم بيستصعبوا يحكوا عن الحرب. هذا اللي كان بدي أوصله، يعني اليوم عم تحكوا عن شيء هالقد بيدقركم، هالقد شيء يمكن أنتم منكم عايشينه بحكم عمركم، ولكن بنفس الوقت يمكن بتسمعوا منه من أصحابكم الأكبر منكم، من أهلكم، من قرايبكم. خبريني شوي إذا بدي أحكي على صعيد الشخصي تريسي،
خبريني انت شو كان الصعوبة الأكبر أو التحدي الأكبر بالنسبة لإلك، وكيف عملت ريسيرش تبعك لحتى تنبشي على شو بدك تحطي بالشخصية اللي عم تلعبيها بالنص اللي عم تطرحيه كمان؟ كممثلة وكممثل بدك على طول تفكر أنا ديبر ليفل بالشخصية، يعني ما فينا بس اتكل على كل شيء بلاقيه على جوجل عن الحرب الأهلية، ما فينا بس اتكل على التاريخ، التاريخ كلنا تعلمناه بركي شوي فتنا أكثر بالتفاصيل بهالمسرحية، بس يلي كان بدي اتعلم عنه أكثر ويلي كان كل الفريق الممثلين بدنا نتعلم عنه أكثر هو الصعيد الشخصي، شخصيتنا شو عاشت سبيسيفيكلي، وهذا الشيء طلب إنه نسأل أهلنا وحتى ستنا وجدنا عن هن شو عاشوا بهالحرب لنفهم فعلا شو بتحس من جوا وكيف كانت على الصعيد، يعني عن جد الشخصي مش بس الهستوري. شو كانت ردة فعلك انت؟ في اخبار صدمتك، في اخبار فاجأتك، في اخبار كنت بتعرفيها يمكن بس شفت جانب اخر لألا، what was your personal experience؟ انا بس سألتها لتيتا، كان اول شخص عبالي احكي، قلت لها يا تيتا فيك تخبرينا عن تجربتك من الحرب، وبس قالتني كنا عايشين على الرز والبرغل، صراحة انا انصدمت لانه كنت عارفة انه يعني الحرب شي بشع، اكيد كانوا عايشين يعني بظروف بتقرف، بس انصدمت على قد كان في ايجابية بستة هي وعم بتخبرني عن الحرب، مع انه هيدا الشيء سبب تروما لكثير من هالعالم. هذا كان عندها ذكريات مع الرز والبرغل وهالقعدات ومع هيدي المرحله يلي مثل ما عم تقوليها انت بشعه، ولكن ببشاعتها كان يضل الواحد عنده شويه امل، يضل عندهم هيدي الايجابيه الصغيره. اكيد هو الشخص ما كان يعرف اذا رح يعيش او يموت، عن جد ما يعرف اي متى ناطر الموت، فكرمال هيك اضطرينا كلنا كممثلين عن جد نفوت بالديتيلز بالتفاصيل، نسأل أشخاص عاشوا هن الحرب لأنه بالنهاية نحن مش عايشينه. تريسي خبريني عن شخصيتك، كيف اندمجت مع باقي الشخصيات لحتى منا ننطلق لخبريني شوي كيف بلوت القصة، لأنه طالما الكتابة الأساسية مدرسة الحرب هي كناية عن قصص صغيرة غير مترابطة، رح أحكي عن شخصيتك ومنا انطلق لنحكي عن ترابط مع باقي الشخصيات. الشخصية مرة اضطرت تهاجر من البلد، خلص قررت تترك بيروت لأنه كانت كتير عطلانة هم ابنها وجوزها طلع له شغل برات لبنان، فاضطرت تترك، وبتخبر كيف هي وطالعة بهالتاكسي كيف برمت ظهرها وكيف حست يعني بالذنب إنه عاملة هالشي، بس كمان كيف اضطرت تعمل هيدا الشي كرمال مستقبل ابنها وكرمال مستقبلها لإلها، فشخصيتي بتخبر اكزاكتلي شو صار فيها لما طلعت بهالتاكسي ومشيت بدها تترك بيروت. شو اكثر هيك لاين اثرت فيك او انت وعم بتقوليها هيك بتدقرك؟ يعني بعرف كل النص تبعك يمكن كل الحاله كل الشخصيه، ولكن هيك جمله واحده من نصك انت من مشهدك. اذا اضطريت نقي جمله واحده بنقي طلعت بهالتاكسي وطلعت لورا وشفت بيروت وقلت لحالي بعد ما تركتك يا بيروت واشتقت لك، لانه بعتقد هيدا الشيء عن جد كثير بيأثر كيف قد ايه هالعالم عم يضطروا يفلوا من لبنان من وراء قله حقوقنا بهالبلد، وهذا الشيء كثير بيزعلني لانه انا اختي مهاجره، وبس قولها لهاللاين على طول بتذكر هي شو حست بس اضطرت تترك بيروت ونحن قد ايه كنا زعلانين نشوفها تاركه. واو تيسي، شو التحدي بالعمل مع لينا أبيض؟ هي دكتاتورية بالعمل أو لا؟ كان في فلكسيبيليتي طالما العمل لألكن، لأنه هي سينوغرافي، الأعداد والإخراج لألها بنوجه لها تحية كتير كبيرة بنحبها ومنفتخر فيها. خبرينا عن تجربتك بالعمل تحت إدارتها. بالعكس بعتقد عني وعن كل الفريق كتير بنشكرها لينا، لأنه لينا عن جد ما في منها، هي أول شيء يعني بتعلمنا قبل ما تكون مخرجة، عطول بتذكرنا بهيدا الشيء، وكتير كتير كتير بتتفهم الطلاب وكتير بتاخد وبتعطي معنا، وعطول بتأمن أنه أفكارنا يبين بالمسرحية، بتحب أنه نحن نحط البيرسونال توتش تبعنا على كل شخصية درسينا، فعن جد لينا ما في منها. تيسي لما نحكي عن هيدا العمل اللي كان ما تخاف حبيبي هيدا فرقاء وصار 2019-1975 شو أضاف لألكن بس طلعتوا من هيدا العمل؟ يعني بعرف فترة التحضيرات ولكن التراك الأول بيكون بعد العرض، أنت شو أخذت هيك معك من هيدا العمل؟ بتعرف أول ما بلشنا بس كان التايتل ما تخاف حبيبي هيدا فرقاء،
كنت حاسه شيء وبس صار التايتل 1975 حسيت شيء تاني، لانه قبل كنت عم نحكي عن الحرب الاهليه وهيدا سبجكت اكيد كثير مهم، بس لما يعني اخذنا اتجاه مختلف اللي هو 1975 حسيت الاهميه انه نوصل المساج انه ما فينا نرجع نوقع بفخ حرب اهليه، فحسيت مثل ضغط علينا كلنا انه نوصل هيدا المساج. مسؤولية كتير. واو تريسي، العمل رح يرجع ينعرض، بعرف انه يعني لازم نرجع نشوفه، في بلان لهذا الموضوع؟ يس. هلا نحن بعد ما حكينا اكزاكتلي بالديت، بس مثل ما لينا بتقول هلا كتير مهم انه نكون موجودين لبلدنا، فلهلأ اختين بوز، بس ان شاء الله بالفستيفال نيكست بالاليو حنرجع نعرضها للمسرحية، وفيوتشر بلانز بعد مش مقررين اكزاكتلي، بس اكيد في مستقبل لهيدي المسرحية. دفنتلي ضروري يكون لها مستقبل حتى ناس يشوفوها، وخبرونا على السوشيال ميديا لما تقرروا، اعطونا تايمينج ديتس كل التفاصيل لحتى ناس تقدر تحجز تقدر تروح تحضر، لانه عمل بيستحق انه نشاهده. تريسي اذا بدي احكي شوي عن الكاست الكرو الاشخاص، بعرف كلكم يعني طلاب زملاء، بس حلو انه نذكرهم، بدي اياكي هيك بطريقه سريعه تخبريني مين اصحابك اللي كانوا بهيدا العمل، نوجه لهم تحيه. سو كل رح اقول اسامي كل الممثلين اللي كانوا معي: نورما نصر الدين، ادم ابو عز الدين، ناتالي امون، أليكس الحداد، غوا اياس، محمد كتاح، علاء منذر، جنى قدام، لين فخري، سيلينا بوري، ويليام العقيلي، ماريانا ابو جوده، مبال عبده، هولي كل زملائي اللي كانوا معي بالمسرحيه. واذا في احكي عن الفريق الفني والفريق الفني ليكون في يعني كل هول اسامي يكونوا واية على خشبه المسرح، في فريق دعم ما بنشوفه هو بيكون الكور وبيكون الاساس لحتى نحن نكون واية على المسرح. مين الكرو يلي ساعد اكثر من فريق؟ يعني اسره. الفريق الفني هو لينا ابيض اكيد اعداد واخراجه وحتى السينماتوجرافية، تصميم المطبوعات هي نورة أندريا نصار، وكثير حلو البرنت اللي كمان شفناه على الهواء، روعة. تصميم وتنفيذ الإضاءة سامر شعار ومحمد طارق مجذوب، وفي أكيد فريق الإنتاج، في إدارة الإنتاج هالة مصري، جورج شديد، فؤاد عنكا، كريم مكوك الستيج مانجر، إدارة كل شيء فني، سابينا بطرس، إدارة صالة فاروق كفتارو، وتنفيذ الصوت ستيفاني تادروس. واو، يعني فريق عمل كتير كبير، قدمتوا عمل كتير حلو، بوجه لهم تحية كلهم، بتمنى لكم كل التوفيق، وي كانت ويت إنه نرجع نشوف هذا العمل تريسي قريبا على خشبة أي مسرح بلبنان، ببيروت، وين ما بتريدوا، وين ما كان بلبنان مش بس ببيروت، يشوتورة أراوند لحتى نحضره. تريسي الراعي شكرا لك، تحية لكل فريق العمل، نحملي كمان سلام للمخرجة لينا أبيض ولكل زملائك بهالعمل المسرحي 1975 أهلا وسهلا. Thank you so much for having me. يا هلا مشاهدينا، بريك ومنتابع نحن وياكم بعد الفاصل، نو زابينج خليكم معنا. مشاهدينا نحن وياكم منتابع لحتى نحكي عن فترة العيد، بعرف يمكن الأجواء حوالينا وهالقد الحزن كبير بداخلنا على شو عم بيصير بلبناننا، ولكن بالرغم من كل شيء يمكن الظروف عم بتصير هيك لحتى تردنا لمعنى العيد الحقيقي، لحتى تردنا لذاتنا للأساس بهيدا الفترة، وهيدا لازم نركز عليه. وأيضا في نشاطات دايما بتاخدنا لحتى نكون بفترة عيد الميلاد عم نتحضر ونكون عم نلتقى بهالفترة على المحبة، على اللقاء، على السلام، ونكون كمان عم نرفه عن حالنا، لأنه هيدا حق طبيعي ومكتسب ولازم نعطي حالنا هيدا الفرصة. اليوم وجهتنا لجبيل لحتى مع جمعية فيا أبيا أو طريق روماني نكون عم نتعرف أكثر على هالنوع من السوق الميلادي يلي بجانب العاء للسنة
الرابعة والفيرسيون الرابعة خلينا نقول عم بينطلق، وأيضا مع بيع طويل بهذا المجال. نحكي بكل التفاصيل مع رئيس جمعية ديا أبيا أو طريق الروماني المحامي رافائيل صفير. صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا فيك. بداية رح انطلق مع حضرتك ماتر لحتى نعرف عن ديا أبيا، هالجمعية يلي أي متى انطلقت وشو الهدف من إقامتها؟ فيا أبيا أو الطريق الروماني بيبلوس، لأنه الطريق الروماني بيمرق بجبيل وبيكفي نحو بعلبك، وكان عندنا تعاون مع إيطاليا بهالموضوع. هيدا تأسست سنة 2008 رسميا، إنما كانت عم تشتغل، يعني المجموعة اللي بتشتغل فيها من 2003 عم تشتغل كانت. نشاطاتنا الأساسية مركزة على تنمية السياحة وتطوير السياحة على المسار الطريق الروماني بين جبيل وبعلبك. شو في أثار قديمة، شو في مؤسسات سياحية، شو في بيوت ضيافة، شو في مؤسسات تجارية أو حرفية صغيرة، كلها بنشجعها بنضوي عليها وبنساعدها على أنه تتطور، بنأمن لها سوق بقلب مدينة جبيل. الشق الثاني هو التنمية الريفية المحلية. مع المزارعين مع المنتجين على هالطريق هيدي بمدينة جبيل أو حوالينا، يعني بقضاء جبيل بالإجمال كله سوا. في الإمكانيات اللي بتتوفر للجمعية من حتى بتصرف المشاركين معنا. النشاطة من حوالي 13 أو 14 سنة بنعمل سوق الزهور بالربيع هيدا، وصار مقصود جدا بجبيل. سوق الميلاد هاي للسنة الرابعة، وللسنة الرابعة كمان بنعمل سوق ابتداء من الربيع لغاية هالفترة هيدي بأسواق جبيل، بساحات جبيل، سوق مفتوح كل سبت للمنتجات الحرفية والصناعات الغذائية الصغيرة. نعم. هذه الخطوة ساهمت بتنمية السياحة، ده كمان الجاذب إلى جانب الموقع الأثري والأهمية يلي جبيل بيبلس تتمتع فيها، ده كمان هالخطوة قدرتوا من خلالها أنكم توصلوا أكثر مش بس للبنانيين إنما لكل الزائرين من خارج لبنان، لأنه بعرف كمان في جاذب سياحي كبير لمدينة جبيل. نتعاون بجبيل ما بين الجمعيات أو مثل فيا أبيا أو مهرجانات بيبلوس الدولية أو بلدية جبيل أو الأسواق اللي بجبيل، يعني من مطاعم من فنادق، كلها نتعاون على أنه يكون في جذب سياحي لها، إن كان بالصيفية للشواطئ أو كان خلال كل السنة بالنسبة للأسواق أو المطاعم أو الأوتيلات أو النشاطات اللي بتصير بجبيل. السنة كان الوضع صعب شوي، إنما جبيل معروفة بأنه تستقطب الزوار على مدار السنة. كنا نحن السنة وقفنا من تشرين أي نشاط تاني، لأنه على طلب من المنتجين والصناعيين بقضاء جبيل، منتجين والحرفيين والمنتجين الزراعيين وغيرهم، لا في طلب على أنه يكون هالسوق هيدا نرجع فيه لعيد الميلاد. أولا بيقدروا يعرضوا إنتاجهم، تاني يعني بيكون فيه الأسعار بالليرة اللبناني، أسعار مدروسة جدا للمتسوقين اللي عنده الهدايا، اللي عنده المشتريات للأعياد. نعمل مبادرة تشاركية من العارضين ومن المتسوقين لأنه نرجع نحيي هالنشاط هيدا، ما نوقفه السنة. وكان في تجارب كبيرة، يعني كنت مستنظر حوالي 40 عارض، صرنا فوق 60 وعنضطر نستعزر من اللي بدون يعرضوا، ما عاد عندنا محلات فيهم يعني. كرمال الأماكن، خبرني شوي شو فرق، يعني السنة عم نحكي بالسنة الرابعة، ما بين السنة الأولى الثانية الثالثة والرابعة، شو اللي بيتطور دائما، شو اللي بيتجدد، شو اللي بتحرصوا على إبقائه وعلى أنكم تبينوه وتكونوا عم تقدموه للزوار؟ السنة اللي زايد عنا عدا عن المنتجات الحرفية العادية والمنتجات الزراعية، في تطور بالمنتجات الزراعية كبير، يعني ما عاد بس الإنتاج الموني وغيره، صار في إنتاج صناعي زراعي للمأكولات مهم جدا متطور جدا. قدرنا نساعد على أنه يتصدر لخارج لبنان. هيدا في سنة معنا كمان الصناعيين، الصناعات الصغيرة من الأجروأليمنتير الزراعية والمأكولات ومن الصناعات العادية، يعني فيها ألعاب شغل لبنان مثلا. التطور اللي فيها هو أنه زاد العدد، زادت النوعية، صرنا معروفين أكثر من العارض بيحب يشارك معنا ومن المتسوق أو الزائر. تطور دائم، يعني من هذه رابع سنة العدد أكبر، النوعية أكثر،
السنة كان الوضع مثل ما بنعرفه كلنا، بس كمان كان في تشجيع من العارضين انه طبعا يكونوا موجودين. عم نشوف على كل حال تنوع المنتجات الموجودة، أدي كمان اختيار العارضين بتحرصوا على انه يكون في تنوع، يكون في يعني هيدا المنافسة الحلوة لحتى الكل يكون عنده مساحته بخلال هيدا العرض. مش أكثر من اثنين من صنف واحد. نعم. ويكونوا شوي مختلفين عن بعضهم، يعني في تنافس بس ما في تضارب يكون. مننقل الأشياء الجديدة، المبتكرات الحلوة بتكون، مننقل يكون سعر مقبول، المصنع محلي، ما بناخد اشياء مستوردة، يعني يكون الاشياء صناعة لبنانية محلية. هيدا الهدف من هالجمعية اللي لا تبغي الربح بالاخير، لان يعني المشروع ما بيربح للجمعية، بالعكس بتحط امكانياتها بتصرف العارضين هيدا. يعني هالامكانيات اللي عم نحكي عنها اليوم، المعرض يلي رح ينطلق او السوق الميلادي خليني يقول بينطلق ب20 الشهر وبيستمر ل 22، صحيح؟ الجمعة ساعة 4 لساعة 9، والسبت والاحد من الساعة 12 للساعة 9 كمان. وين رح يكون السنة كمان حد الالعاب؟ بنفس اللوكيشن، في مدخل من جهة الالعاب، في مدخل من جهة الاسواق، ساحة اليونسكو بنسميها. مفتوح المدخلين هودي، طيلقطوا كل اسواق جبيل، اللي بيعرف يوصل للقلعة يعني على بعد دقيقة من قلعة جبيل. يعني هالقد واضح، هالقد بهدف خليني أقول. هل في نشاطات تانية يعني كجمعية فيا أبيا عم بتحضروا لها وعم تشتغلوا عليها، إن كان ختام هالسنة أو حتى مطلع 2020؟ الأولا بالسوق هيدا في نشاطات خلال 3 أيام. شو رح يصير؟ في أتوليه لتصنيع الصابون مثلا مع المنتجين، فيها أتوليه لاستعمال الأشياء المدورة، يعني النفايات كيف ممكن تصنيعها واستفادة منها. هو جمعيات نتعاون نحن وياهن أو منتجين. بعدين في احتفالات فنية ما بين رأس، ما بين باراد، موسيقى، لايف ميوزيك، مسرح ممكن يكون عندنا كمان مشاركين فيه، محاضرات عن الصناعة المحلية، شو الصعوبات اليوم، شو التحديات عندها إياها وكيف ممكن نتعاون معها. هالنشاطات هاتي على 3 أيام موجودة. هاي بالنسبة للمعرض الميلاد. النشاطات اللاحقة هنحضر للموسم الجاي سوق الزهور، يعني هيدي سنة 15 بتكون مع سوق الأزهار، يعني عادة بينطلق بشهر نيسان تقريبا 21 أدار. نعم. وبيكون إجمالا بين 3 و4 أيام حسب الويك أند. هيدي سنة 15 بتكون، وبنجاح وتطور دايم فيها رح يكون نحن تحضير السنة غير شكل يكون. يعني قدام مهم البري بلانينج، قدام مهم كمان الواحد يبلش حضر من قبل، ودايما بعرف انه نشاطاتكم بتبلش بالتحضير لها من قبل. هذه الشغلة اساسية للتنظيم، اساسية جدا، خصوصا انه عم ينقصنا دايما السبونسر، عم نرجع خليفينة بالسبونسر. يعني بيبقى في امكانيات الجمعية هي المحلية، جمعية فيا أبيا موضوعة بتصرف المشاركين. بعض الجمعيات اللي مثلنا يعني بنحب نتساعد مع بعضنا، نتشارك بانه ننظم هالنشاط هيدا. التحضير مهم على انه مثل ما شفت اليوم، بعد في ناس لليوم عم يتصلوا بدنا نشارك، يعني اذا بيكونوا عارفين قبل بوقت كمان نحن بنقدر نوسع المساحات اللي فينا نستقبل فيها، خاصه انه هالمساحات هيدي لما بتكون على عده ايام بدها تكون مسكره، فيها حراسه ليليه، طبعا يعني تكون محصوره لحتى البضاعه والكل شيء، يعني كل المقومات تكون بامان. اقفلت ابواب المشاركه للسنه لانه او لا بعد في امكانيه ما مجال، لا بس بندعي الكل يكونوا يشاركونا، يتصلوا فينا ويتحضروا معنا للنشاطات الجاية. أكيد يعني يبقوا على تواصل معكم لأنه يمكن فيهم يكونوا مشاركين بنشاطات مقبلة. المحامي رافائيل صفير، شكرا لوجودك معنا. يعني بظل هذه الظروف مش سهل أبدا أنه الواحد يكون عم بيقوم بنشاط، ولكن أنتوا على قد هذا التحدي وهذا الإيجابية لإبقاء روح الميلاد. شكرا لحضرتك. شكرا لك. شكرا تلفزيون لبنان. أهلا وسهلا فيك. يا هلا مشاهدينا، معكم منتابع، ولكن بعد هيدا الفاصل أكيد لقاءات كتيرة بانتظاركم وتقارير. دايما حلقتنا فيكم تابعوها من خلال السوشيال ميديا. بذكركم تواصلنا دايما من خلال الفيسبوك بيج أحلى صباح، عم بتابعوا لقاءات سيجمنتس وكل تفاصيل برنامجنا، وأكيد من خلال www.teleliban.com.lb. بريك ومنتابع نو زابينج، خليكم معنا.
مشاهدينا منتابع نحن وياكم موضوع آخر مهم جدا وخاصة بهيدي المرحلة، التنمر الإلكتروني عم بيكون مدمر بسيكولوجيا، عم بيكون مدمر مش بس للشخص يلي عم يتوجه له إنما للعائلة المحيطة للمقربين، هالقد عم بيكون مزعج، هالقد عم بيكون مدمر من كافة النواحي. رح نحكي من الناحية القانونية، رح نحكي كمان من الناحية الإنسانية، لأنه اليوم إنسانيا يمكن قادرين نحل كتير أمور قبل ما نوصل لأي مكان آخر. لحتى نحكي بتفاصيل هالموضوع بصيرنا استضيف معي بالستوديو مستشارة معتمدة للشركات والثروات العائلية، وهي أيضا عضو فاعل بالمكتب التنفيذي وأمينة صندوق الهيئة الوطنية لشؤون المرأة المحامية دكتور هانيا حمود. صباح الخير. صباح الخير شادي. دكتور، يعني نشطة دائما بهالمجال، واليوم لما نحكي عن كل ما يتضمنه عملك كمان في هم إنسان اليوم، ونحن بحاجة أنه نضوي عليه قدي نحن بحاجة لإنسانية قبل أي شيء تاني، وخاصة بموضوع التنمر الإلكتروني. اليوم قد هذا موضوع عم يتفاقم، عم بيزيد، كيف فينا نعرف عليه انطلاقا من موقعك؟ شادي، التنمر صار موضة، صار الناس بيعتمدوه، يمكن صار ثقافة بشكل أو بآخر. أنا بقول نتيجة تغير طبيعة المجتمع اللي نحن عايشين فيه، يمكن صرنا ضايعين بهويتنا، صرنا ضايعين بأولوياتنا. فإذا بدنا نركز أكثر، نتعرف نحن التنمر بيصير بالمدارس، بالمؤسسات، من شخص لشخص، وبيصير على شبكة الإنترنت يلي هلأ دارج أكثر. التعرض للأشخاص كتير صاير بعيد، يعني عم نهرب من إنسانيتنا مثل ما تفضلت، يعني شوي ما بعرف عم نرجع نعرف حالنا. بس التنمر بتعريفه متعدد، ما استقروا كتير على موضوع التنمر، استقروا على ظروفه. يعني بيقولوا يشترط فيه التعمد، أنا عندي سوء نية، أنا بدي أذيك. والأذية ممكن تكون عند شخص، بس ممكن السوبروباج بتقدر تنتشر عند الأشخاص التانيين، بس ما بيكون بنفس درجة سوء النية. هلأ بنعطي أمثلة بالموضوع طبعا. بيشترط فيه التكرار، يعني أنا ممكن علق على موضوع معين، بس بيصير في تكرار، شخص تاني بيرجع بعلق، برجع أنا بعلق أكتر، فهيدا شرط التكرار موجود. وفي عندك، في عندك سلطة، ففي ناس بيترجموا التنمر بالاستقواء، في سلطة معينة ما بيقدر الشخص المتنمر عليه انه يقدر يسيطر عليها. فاذا حطينا هدول الشروط الثلاثة نقدر نوصل لمحل التنمر. واشكاله متعددة ووسائله متعددة مثل ما ذكرنا. نعم. اليوم دكتور لما نحكي عن هذا الموضوع، يعني التنمر التقليدي خليني اقول بشكله عم ياخذ اليوم غير منحة بسبب عوامل السوشيال ميديا اللي قادرة انها تروح فايرل اكثر، انه ينتشر صوره، فيديو، معلومه، اي شيء، ويصير يعني يبدا بمكان ويصير بندناج، يصير عم يتفاقم، عم يكبر، ويصير كارثه على الصعيد الشخصي. قد اليوم التنمر الالكتروني يعتبر جريمه؟ التنمر باشكاله المتعدده بيعتبر عده جرائم، جريمه واحده، لانه هو مش صوره واحده. خلينا نحكي عن تشويه السمعه، هذه جريمة، عن الذم، عن القدح، عن استعمال انتحال صفة، هذه صورة من صور التنمر، عن تحرش، تحرش الجنس، هذا صورة من صور التنمر. بنفس الوقت إذا بدنا نترجمها بالإنجليش بيقولوا سايبر بولينج، بنفس سايبر بولينج بيعتبروه على الصغار، بس بقت يصير راشد الموضوع بتصير سايبر هراسمنت، ما بقعدوا يسموها سايبر بولينج. فهي مشان هيك جرائمها متعددة، لأنه نتيجتها عم تتعرض أنت للشخص، فهي منا جريمة واحدة، ووسائلها متعددة. فمشان هيك أنت بتقدر تشتكي بمحل معين على موضوع أصابك، مس بكرامتك، مس مثل الذم مثلا، بمس بكرامة الإنسان، فهيدي فيها إجراءات قانونية بتقدر تشتكي على الشخص نفسه. تشويه السمعة، انتحال صفة، هيدول كلياتهم، أو انتحال شخصية، هيدول كلياتهم عدة جرائم. أدب القانون اليوم انطلاقا من موقعك حضرتك كمحامية أيضا، أداء قادرين نحمي حالنا، أداء قادرين بالقانون نوصل للمسبب الأساسي ولمطلق هيدا التنمر الإلكتروني، قادرين نلاقي حل هالقد جذري؟ فينا مش هالقد هينة،
مش هالقد سهلة، لأنه هي أمرار بصير في تنمر إلكتروني ما بتعرف مين أو مين بلش فيها، مين 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 بل من أطلقها. من أطلقها. وبنفس الوقت في ناس كتير متعددين موجود، يعني أنا بقدر أدعي على شخص، على شخصين، على ثلاثة. هي شرط هي شرط الانتشار بين عدة أشخاص كمان. فأنت إذا كنت بالطرق الفيس تو فيس، إذا كنت بشخص عم بتنمر مثلا، شخص كبير عم بتنمر على شخص ضعيف، ممكن تعرف هيدا المتنمر. بس على السوشيال ميديا أمرار كتير صعب، لأنه في مجهولية الشخصية اللي عم تمارس التنمر بهيدا المحل. فهيدي صعوبتها بالتنمر الإلكتروني. فيك بس في إجراءات معينة نحن بعدنا ما وصلنا، وبالدول العالم إن جنرال ما وصلوا ليحطوا قانون واحد للتنمر الإلكتروني بشكل عام يعني. نعم. ذكرنا الوسائل المتنوعة لهيدا المكان. اليوم إذا بدنا نروح أكثر للأمثلة لشيء المحسوس، خليني أقول لحتى نكون عم نروح للنقطة الأساسية، لأنه التنمر لما يوصل لحتى أنه يكسر سمعة الشخص أو حتى يشوهها، هيدا من أسوأ ما يمكن أنه يصيب. كيف يعني هيك شوي نعطي صورة مقربة أكثر لهذا الموضوع؟ التنمر هو ما بيصيب شخص واحد، متضرر منه مش شخص واحد، عدة أشخاص، وبالتالي العائلة، بالتالي الأصحاب، بالتالي البيئة. وأنا بإطار تخصصي بالشركات العائلية كمان، بالتالي سمعة المؤسسة التجارية يمكن أدير فاميلي بزنس اليوم ممكن يتأثر بهذا النوع من البولينج إذا شخص انطال، وخاصة هالنوع من الشركات قدرة أنه تندقر. خليني أعتبر لأنه هي معتمدة هيدا intellectual capital، يعتبر رأس مال معنوي. إذا أنت بدك توصل لمحل أنك طال هيدا الشخص، يعني عم طال سمعته، ونحن بنعرف حالنا بأعمالنا، يعني بتعرف هالعائلة بتربطها دغري انت من غير باللاوعي بتربطها بالبزنس الخاص فيهم. فاذا شخص تعرض للتنمر بهيدا الحالة على مستوى واسع، ممكن يطال سمعة العائلة، ممكن بالتالي سمعة العائلة مرتبطة بالبزنس، فبتطال كمان سمعة الشركة العائلية، وممكن تأثر على انتاجيتها وعلى ادائها بمحل معين. نعم. اليوم الوسائل المتنوعة بهيدا الموضوع للتنمر الإلكتروني، كيف فيها تختلف؟ كيف فيها تأثر أداء سيكولوجيا كمان قادرة تكون مدمرة للشخص يلي بيكون مستهدف؟ أكيد بتأثر كتير، بشكل كتير كبير. ممكن تعرض أشخاص للاكتئاب، ممكن تعرض للقلق، ممكن يوصل، ويمكن متخصصين بعلم النفس بيحكوا أكتر بهذا الموضوع. طبعا. بيوصل مثلا، ممكن توصل لتعاطي المخدرات، ممكن توصل للانتحار. فكتير، لأنه هي أساسها أنه أنا أقدر فرغك من حالك وشككك بمصداقيتك وقلل من ثقتك بنفسك. فبحاجة كتير لهيدا الشخص انه يكون واعي مزبوط انه المتنمرين كمان عندهم اضطراب سلوكي معين، عندهم سبب لحتى انا عم بتنمر على هيدا الشخص. ليش انا ليه المتنمر بروح عند المتنمر عليه؟ ضعف حجته، ما قدران يواجهه، ما قدران يتحاور معه. أول شغلة بيعملها هو إنه بيضرب القيم يلي عنده. فوقت يقدر يوصل لهيدا المحل، عم بفرغ الشخص، بيصير بتساءل حال الشخص بينه وبين حاله، طب ليه أنا مزبوط هيك ولا لا؟ فهيدي أساس هيدي. مشان هيك كتير مهم نحنا يكون الشخص المتنمر عليه واثق من حاله، ويعرف إنه الضعيف مش هو، ضعيف المتنمر مش المتنمر عليه. طبعاً. انطلاقاً من هيدا نقطة كمان، يمكن إذا الشخص المستهدف هو كان بموقع القوة، خليني أقوله قدر يتخطى، ولكن مثل ما ذكرنا من شوي إنه في عائلة، في أصدقاء، في مجتمع حواليه كمان عم يتأثر، شو اللي لازم ينعمل لحتى يتحصن هؤلاء، خليني أقول، من هيدا الواقعة بالتنمر؟ في موضوع مع التنمر معتمد على الرياكشن، على ردة الفعل. فأنا وقت ألاقي حالة متنمر، شو منتظر؟ منتظر متنمر عليه انه جابه ردة الفعل، انه يرد عليه. اهم شيء انه ما يرد عليه. اهم شيء انه يتركه يحكي اللي بده، يخش يحمل يتجاهله. بنفس الوقت ممكن يرد عليه بس بالقيم، يعني يذكره بالقيم الخاصة فيه، انه مش انت اللي بتعمل هيك.
انت غير، فهيك بيرجع بالحسنة يعني بتصير بمحل معين، هديك بيصير بيسأل حاله انه ليه انا عم بعمل هيك، او ببين انه هو انكشف قدام الشخص الاخر. العائلة كتير مهمة انه هي ما تضعف، كمان هي بدها السبورت للمتنمر عليه، فبالتالي لازم يحموه ولازم يقووه بهذا المحل، ولازم دايما يذكروه هو مين وهو ليش وشو السبب الرئيسي اللي عم بيصير فيه التنمر. نعم، انطلاقا من عملك دكتور كمان مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، اليوم كمان موضوع التنمر يلي له علاقة بالتحرش الجنسي يلي عم ينشغل عليه، كمان خبريني شوي كيف الصيغة لحتى تكونوا عم تحموا الفتيات وتكونوا عم تحموا كمان اليوم مع السوشيال ميديا مع الولاد يلي عندهم كمان أكسس على الموبايلز، عم بيكون عندهم كلهم أكسس على العالم كله من خلال هذا الموبايل يلي معهم. نحن في القانون صدر بال 2018 خصوا عدل قانون العقوبات خصوا بالتحرش الجنسي بالنسبه للقاصرين، وشدد العقوبه عند استعمال الوسائل الالكترونيه بالنسبه للقاصرين، بس ما شمل الجميع الاشخاص. وبالتالي نحن بالهيئه الوطنيه في مشروع قانون كنا عم ندرسه يلي هو مرتبط بالتحرش الجنسي، والتحرش الجنسي بيصير بعده مجالات بالقانون الخاص وبالقانون العام، ويعني بإطار قانون العقوبات، قانون العمل، قانون الموظفين. فنحن عم نشتغل هلأ على موضوع تعديل القانون بالنسبة، عم ندرس المشروع القانون لحتى ندخل مشروع موضوع التحرش الجنسي اللي تتعرض له النساء بهذا الإطار. اليوم انطلاق من هذا الموضوع، هل النساء عرضة أكثر بما يتعلق بالتحرش الجنسي تحديدا، لانه التنمر ممكن يطال اي شخص، ولكن بما يتعلق بعملكم مع الهيئه الوطنيه لشؤون المراه او الاحصاءات المتوافره، أدا هذه المقوله مضبوطه او لا؟ نحن انت بتشوف اهم شغله نحن بمجتمعنا وقتها بدهم يطالوا ست بيطالوها بشرفها بكرامتها بهذا الموضوع، فصاير مثل مستساغ الموضوع بهذا الإطار، لأنه نحن بعد مجتمعنا شوي عائلة، فوقت أنا وقت يطالوا هالست بهذا المجال عم بيطالوها بمحل كتير بيعرفوا أنه هالقد حساس بالمجتمع الأساسي. فنحن كتير مهتمين بهذا الموضوع، لأنه المرأة منا مكسر عصا ومنا إنسان شخص بيقدر يطالوا بهذا المجال. فمن هذا الإطار نحن أصلاً قد ايه ضعيف بيكون الشخص وقد ايه فارغ بيكون لحتى يستعمل هيدي الحجة اللي أساساً 100% يعني دايماً بيكون فارغ من حجته. صحيح، فما ما عم بيخاطب العقل ما عم بيتحاور. صار هيدا الأساسي اللي عم بيطالب. ذكرت شغلة مهمة جداً وهي لغة الحوار يلي اليوم يعني وخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، فيي أنا أفكر بطريقة أو أنت تفكري بطريقة أخرى، فيي أنا حب شخص معين أنت تحب شخص تاني، فيي أنا عبر عن رأيي وحضرتك عن رأي آخر، ولكن ما ينقصنا اليوم هي لغة الحوار، وهذا جزء أساسي له علاقة بالتنمر. لأنه اليوم لما نكون عم ينتشر فيديو أو يكون عم ينتشر صورة أو أي معلومة بهذا الإطار، البولينج عم بيصير عشوائيا، يمكن أوقات الأشخاص ما عم يعني عم ينشروا بس للنشر، ما عم بفوتوا على التفاصيل بس لأنه هذا شيء بيضحك أو هذا شيء ممكن يسبب فرحة، وهذا غبا. لأن الواحد كيف ممكن ينشر أي شيء أو يساهم بانتشاره عن غباء؟ ولكن اليوم لغة الحوار أداة هي مفتاح، وكيف لازم ننميها اليوم بثقافتنا؟ يعني صحيح اليوم لبنان، ويمكن لو طال سؤالي، يعني اليوم نحن بنقول نحن منفتحين ومثقفين ومعلمين ولا وبحترم رأي الآخر، بس الواقع عم ببرهن العكس، وهذا شيء مؤسف وبزعل وخاصة على سوشيال ميديا. هلا في شقين بدي أحكي فيهم. أول شيء لغة الحوار هي لغة العقل، ولغة العقل يعني عم تطلب من الشخص يفكر، عم تطلب من الشخص يفكر يعني يطلع من الكونفورت زون، عم تخرق له محل معين انه بده يرجع يسأل أسئلة. فهيدي صعوبة لغة الحوار، انه الواحد يتعود، نحن ما تعودنا، يمكن في مجتمعات بمجتمعنا ما تعودوا على الحوار، فكتير مهم نعودهم على هيدا الشيء، مشان هيك تكون نحن كمان طريقة طرحنا بوزيتيف، يعني ما نتعرض لأشخاص، ما نتعرض لحالات، نتساءل. وقت تطرح الحوار بإطار السؤال بتقدر توصل لنتائج، كمان نحن ما نستفز الآخرين طبعا مسؤوليتنا. هيدي شغلة
شغله. الشغله الثانيه بالنسبه للاشخاص اللي بيعملوا شيرنج على السوشيال ميديا باشياء مهضومه بدرج على سوء النية. سوء النية ما بتكون معرضة للشخص، يعني ممكن عن حس النية الواحد ما بيكون عم بيحكي عن الشخص أكتر من يقول لي والله هيدا في مهضوم، هيدا في يعني ذكي، فيها طرافي الموضوع. بس يمكن شفت بمحلات معينة، يمكن شفناها بالفترة الأخيرة وتصاروا يعملوا شير للقصص المهضومة، انتبهوا الناس أنه لا، في وراها إنسان، في وراها شخص ممكن صحيح. يتعرض له. فما كل الناس عنده هيدا الوعي الموجود. ويمكن أنا بسلط الضوء كمان على موضوع الإعلام، لنرجع للثقافة أنه الإعلام مسؤول بهيدا المجال، أنه يعمل برامج تهكمية على الأشخاص هيدا شيء مسيء منه صحيح. نحن نشوف برامج كتير على الإعلام، على التلفزيونات موجودة بينتقدوا أشخاص تانين ليضحكوا الناس، فصارت مستساغة عند الناس. ما أنت هون عم تخلق ثقافة وعم بتكرسها بأذهان العالم. صحيح، حتى يعني تطورت إلى تراشق اعلامي بمرحلة معينة، يمكن هلا انضبطت اكثر من قبل، ولكن كانت مرحلة كثير بشعة وصارت عم بتطال بالشخصي، بطلت طريفة مهضومة، صارت قليلة ادب. خليني اقول اليوم امام كل هيدا الواقع التنمر حالة موجودة. هيك لحتى نختصر موضوعنا بختام لقائنا، ما في مهرب منه، ولكن نقاط أساسية نقدر نتعامل معها أو نتعاطى معها لحتى نطلع من الموضوع بأقل ضرر ممكن. نحن شادي هلأ بموسم عيد الميلاد، موسم المحبة، فأول شيء نحب الآخر، نبلش نحط حالنا محل الآخر، نفترض أنه هذا الشيء صار علينا، شو ممكن نتفاعل معه؟ هل ممكن نتقبل هيدا الفعل ولا ما نتقبله؟ إذا شخص زعجنا نروح نحكي نحن وياه، نقول له نحن أنت زعجتني، أنت هيدا الموضوع أنا ما بتفق معك فيه، هون بنبلش لغة الحوار. بنفس الوقت المتنمر عليه بنرجع بنقول ما يتجاوب مع الشيء، يهمله شوي، أو يقدر يجاوب إذا مصر، يقدر يجاوب بطريقة إيجابية، بيقدر يدعي الآخر لهيدا الحوار. يعني نقدر لحتى نرجع نساوي هالنسيج الوطني والمجتمع بشكل واحد، نسترجع هويتنا ونسترجع إنسانيتنا بهيدا الإطار. طبعا دكتور ما فينا نستغل وجودك إلا ما نشوف إذا في شيء عم يتحضر غير مع الهيئة الوطنية أو على صعيد الشخصي كمان، لأنه بعرف حضرتك ناشطة من الطراز الأول بالإنسان بلبنان بغض النظر عن أي مكان بتكوني موجودة فيه. في شيء عم يتحضر؟ في شيء بتحبي أن ندور؟ في الهيئة الوطنية ما وقفت يعني بهذا الإطار على الشغل اللي عم بينعمل على مستوى مشاريع القوانين، على مستوى التمكين الاقتصادي. نحن بعدنا مكملين وبعدنا عم نشتغل بشكل كتير كبير، وإن شاء الله هلأ تتشكل الحكومة ونقدر نكفي بهذا الإطار. ودائما المرأة أولويتنا لأنه أساس المجتمع، والمرأة الغير ممكنة، غير ممكنة بمعنى اقتصاديا غير ممكنة، وبنفس الوقت عدم وجود المرأة بمراكز صنع القرار اللي تلعب دورة بشكل صحيح، هذا أساسي، لأنه وقت تكون بمراكز صنع القرار عم تقدر تأثر على مجتمعها الصغير، على مجتمعها الكبير، وعلى المجتمع الوطني. وعلى المستوى الشخصي نحن بإطار كمان نضالنا الحقوقي وموضوع الشركات العائلية والثروات، وقد نحن نحمي هالعيال من النزاعات، ونقدر نوصل لمحل لإيلن هالهارموني بين أفراد العائلة لنوصل لمجتمع أفضل. هيدا كمان شاء الله دائما بهيدا الهمة. شكرا لحضورك معنا المحامية دكتور هانيا حمود، شرفتينا بصبحيتنا، وبتمنى لك ختام سنة بيحمل كل خير لإلك للعام الجديد. أهلا وسهلا فيك يا هلا. مشاهدينا نحن وياكم منتابع، ولكن بعد الفاصل بلقائنا الأخير نو زابينج، خليكم معنا. منتابع نحن وياكم بختام لقائنا اليوم، لما نطلع على الواقع يلي عم نعيشه بمجتمعنا ما في إلا ما تردداته تكون على كافة الأصعدة. صحيح الحياة تستمر، صحيح دائما لازم نفكر بإيجابية، وخاصة هلأ على أبواب الميلاد، ودائما أملنا هو بولادة جديدة، أملنا دائما بالحياة يلي انطلاقا من عيد الميلاد نقدر نعيشها بهذا الزمن
الحلو. كمان للأسف في أوقات أوضاع اقتصادية، في أوضاع اجتماعية، وما نتج مؤخرا كمان بعد كلها تراكمات كمان قرار بتعليق مهرجانات الأرز الدولية، وكان القرار الأول من نوعه بين كل المهرجانات لحتى يكون في نوع من تطلع لهذا الشعب يلي هالقد بحاجة ليمكن أمور حياتية تانية، وتم استبدال investment يلي رح ينحط بأرتست بحفلات بمكان آخر، مكان كمان نحن بحاجة لإله، غاباتنا وثرواتنا الطبيعية ومنا غابة الأرز وغيرها أيضا يلي هي ثروات مهمة جدا للبنان. رح يستبدل الأموال يلي رح تنحط لمهرجانات الأرز للعام 2020 لسمارت فورست سيستم يلي رح نكون عم نحكي عنه، وهو لحماية هالغابات، خطوة مهمة جدا بنحكي بكل تفاصيلها. بصيرنا استضيف معي بالاستوديو عضو لجنة مهرجانات الأرز الدولية بولا جعجع. صباح الخير. صباح الخير شادي لك للمشاهدين. يا هلا بولا. كما أنه بصيرنا استضيف أيضا مؤسس شركة يوريسكو زياتو. صباح الخير زياد. صباح الخير شادي. يا هلا معك. رح نكون عم نحكي أكثر عن هيدا النظام سمارت فورست، رح نكون عم نحكي عن أهميته وعن فعليا كيف رح يكون عم ينشغل، ولكن اسمح لي انطلق مع بولا ببداية حديثنا. سنة عن سنة مهرجانات الأرز رجعت أثبتت مكانتها وضخامة الإنتاج يلي عم بتقدمه، واليوم كمان الصورة مع الواقع يلي عم نعيشه كان في اتجاه لحتى أخذته هيدا القرار. أدي كان في صعوبة وحسرة لحتى أخذته هيدا القرار لل 2020؟ بعرف مش سهل أبدا. أكيد أول شيء بدأت تسمح لي عايدك وعايد أسرة تلفزيون لبنان وجميع اللبنانيين بهالشهر المبارك، شهر عيد الميلاد يعني، وإن شاء الله تكون هيك ميلاد جديد لوطننا الحبيب. أكيد القرار بطبيعة الحال يعني بهيك بظل هيك أوضاع صعبة اقتصادية ومعيشية، ويمكن أي عمل فني بده ينعمل ما رح يكون له قيمة بظل هذه الظروف اللي عم نعيشها. فبمؤتمر الصحفي اللي أعلنته رئيس لجنة مهرجانات الأرز الدولية النائب ساترين جعجع تعليق مهرجانات الأرز الدولية لصيف 2020 واستبداله، يعني استبداله بهالمبادرة يلي بلبنان فعلا بحاجة لها. وإذا بنرجع شوي لورا لشهر تشرين الأول، الحرائق يلي اندلعت وبكل المناطق اللبنانية، هذا اللي أعطانا دفع زيادة إنه نقوم بمبادرة استبدال الفعاليات الفنية بالنظام السمارت فورست بخطوات أكيد بتساعد البيئة يلي هي شغلة كتير أساسية وكتير مهمة بحياتنا اليومية نحن يعني، فعنا دور كتير كبير نعمله، وانطلاقا من هذا الشيء فأخذنا القرار استبدال هذه المبادرة. نعم. طبعا نعم. زياد، اليوم لما نحكي عن الثروة الحرجية اللي لبنان بيتمتع فيها، غابة الأرز تحديدا وغابات تانية كمان قادرة تكون على الخريطة السياحية البيئية، أدي من الضرورة أنه نكون عم نحاكي الانترناشنال ستاندردز بحماية ثرواتنا الحرجية، لأنه الحمد لله ما بقى عنا إلا هالكم شغلة نحافظ عليهم لنحافظ من خلالهم على لبنان. أدي هذا الموضوع مهم، أدي دقيق، وكيف عم بتم العمل على سمارت فورست سيستم رح نحكي تباعا أكيد. أوكي، اليوم السمارت تكنولوجي أو سمارت سيتي تكنولوجي من أكثر قطاعات بعالم التكنولوجيا عم نحط فيها investment، يعني حسب شركة IDC رح يوصل investment ل 189 مليار دولار من هلأ لسنة 2023، ومتوقع هاي التكنولوجيا توفر على الكرة الأرضية 5 تريليون دولار، يعني it's the trend. اليوم أكثر trend عم يستعملوا المدن، من أكبر مدن عم نحكي لندن، نيويورك، سنغافورة، باريس، كلهم عم بيعطوا investment بهذا الموضوع. نعم. من هيك اليوم بدنا نبلش نفكر بطريقة مانا traditional، بدنا نستفيد من latest trends in technology كرمال لنحمي غاباتنا. من هيك نحن اتكلنا شيء اسمه Internet of Things، هم أجهزة استشعار بينحطوا بالغابة بكذا زون بالغابة، بيقروا in real time بارامترز لهم علاقة بالطبيعة، مثلا حرارة الجو، حرارة سطح التربة، مستوى الرطوبة، سرعة الريح، مستويات غاز CO2 بالهواء، بتوديهم على الانترنت على محرك النظام. محرك النظام بيستعمل تقنيات الارتفيشال انتليجنس او الذكاء الاصطناعي كرمال ليجرب يتنبأ إمكانية حدوث حريق قبل بوقت، وفي حال صار في تسرب عالي لغاز CO2 يعني الحريق بلش بأول بداياته، كمان بيبعت نوتيفيكيشن للناس المعنية، من بلديات لدفاع مدني لجمعيات.
طبعا للناس اللي بيكونوا عم بيتابعوا كمان مع النظام. رح ارجع احكي عن صعوبة وتحدي تركيب هيدا النظام، وفي كمان اوتوتيان له متابعة، لانه مش بس حطينا السيستم، في لازم يكون له متابعة. بولا اليوم من خلال يعني لقاءاتكم، من خلال اليوم العمل مع فريق بتألف من 8 اشخاص انطلق منه هيدا المشروع، حتى درستوا البيانات، درستوا كمان، خبريني شوي وين توجهكم اكثر، مين الغابات غير غابة الارز اكيد يلي رح يستفيدوا من هيدا النظام يلي عم نحكي عنه؟ اكيد نحن بطبيعة الحال نقينا المواقع السبع يلي رح تتقدم لهم هالنظام المعلوماتي الاستباقي بناء للحرائق يلي صارت، ونحن شملنا المناطق من شمالها لجنوبها. هلا بنرجع بنعدد كمان المواقع يلي اخترناها. طبعا نحن ما رح نستثني ولا موقع بلبنان، لبنان على مسافته كما دائما بتتردد ان سعادة الناقصة تريد دجاجة هم الوطن، مهما بس القضاء يلي هي بتمثله بلد، بل بالعكس البيئه بيئه لبنان كلها سوا، فعلينا باي مبادره بنعملها بنعملها على صعيد الوطن ككل يعني. طبعا فتم الاختيار لهالسبع مواقع تكون اول تجربه لنا، ولكن نحن على اتصال مع كثير بلديات وكثير مناطق لنقدر نبلور هذا المشروع ويكون بتصرف الجميع. اوريدي شركه يوريسكو ممثله بزيادته وخيو ادجار كمان حطوا بتصرف الناقص تريدا جاجا هذا النظام، لا في حال تشكلت الحكومة الجديدة ونتمنى أنه تشكل بأسرع وقت ممكن، حطوا بتصرفها لحتى يكون عندها هي كمان الحرية بتقديمه للحكومة وللوزارات المعنية بهذا الإطار، لحتى يكون معمم كمان ما يكون على صعيد مش بس على أكيد يعني الأرز أكيد طبيعي. أكيد أرز الرب أكيد يعني من الأماكن المقدسة المجبورين أكيد, أكيد نحميها، بس هذا ما بيعني أنه بقية المناطق رح تكون مستثنية، لا بالعكس عم بيكثر التواصل، نحن عم نتواصل وكمان غير بلديات غير مناطق عم تتواصل معنا لهذا الموضوع. رح اعرف منك بعد شوي السبع يعني مراكز اللي تم اختيارها لحتى تكون عم تستفيد من هيدا النظام. اليوم زياد بس نحكي عن السمارت فورست سيستم يلي عم ينشغل عليه، شو الدقه بمتابعته بالفولو اب تبعه، وده كمان نظام قادر قديه عالميه يعني البرسنتج تبعه انه يوقي من اندلاع الحرائق او انه يكون مساهم بهيدي الناحيه، وطريقه تركيبه قد ايه بدها وقت، شو بدها بادجت تقريبا لكل مكان، خبرني شوي. اوكي، هي الطريقه التراديشنال كانوا يتكلوا على ماثيماتيكال فورمولا، يعني فورمولا ماثيماتيك بتعطيك شيء اسمه فاير ريسك اندكس، هيدا الفاير ريسك اندكس بيصيب بغابات معينه بالعالم، بيصيب 50% 70% 80% 90 حسب وين درسينه. هلا نحن هذا الابروتش تخطيناه على شيء اسمه ارتفيشال انتليجنس وماشين ليرنينج. هيدا شو بيعمل؟ بياخذ البيانات التاريخيه تبع كل غابه بغابتها، شو يعني بيانات تاريخيه؟ يعني بهيدا النهار كانت هيدي العوامل الطبيعيه، اذا صار حريق قد ايه كان حجم الحريق. بتعطي قد ما فيك بيانات، بيتعلم بيعمل شيء اسمه ماشين ليرنينج موديل، بيتعلم لكل غابه حسب خصائصها كيف معقول يبلش الحريق فيها. هيدا الاكيرسي تبعه اعلى بكثير من التراديشنال ماثيماتيكال فورمولاز. هيدي من ناحيه، من ناحيه ثانيه نحن النظام زياده عن البريدكشن ان ادفانس، اول ما يبلش الحريق حيخبرك. يعني هو نظام وقائي بامتياز، بس وقتها يعطي نوتيفيكيشن للناس المختصه لازم يحضروا حالهم. يعني نحن اليوم وقتها عارفين انه في خطر او هاي ريسك يصير حريق، او وقتها بلش الحريق لازم يصير في ناس عم تتحرك على الارض. يعني هذا البرنامج هو سيستم تكنولوجيا، بس اذا الناس على الارض ما استعملوه مزبوط مش حنقدر نواجه الحرائق. هون شو دور البلديات، الجمعيات، الناس المعنيه زياد لحتى يكونوا موصولين لهيدا السيستم؟ لانه هي سله متكامله، ما فينا بس نتكل على تكنولوجي، لانه صحيح. في العامل البشري اللي لازم يتحرك ويتصرف. مظبوط، ومن هيك نحن هذا السيستم اتس ان اونلاين سيستم، يعني اليوم ما في حجه تقول انه السيستم ما عندي اكسس عليه بغرفه عمليات او بمطرح معين، اتس ان اونلاين سيستم، في فوت عليه الناس المفوضين يفوتوا عليه من اي محل بالعالم على تليفوناتهم على كمبيوتراتهم، ان شاء الله يكون رئيس البلديه مسافر في فوت يشوف شو عم بصير، اذا اندلع حريق حيوصل له نوتيفيكيشن، يعني اليوم اتس كلاود سيستم سنترلايزد، وكل هالغابات موصولة عليها، وفي كمان احتمال يكون في داشبورد لكل لبنان. يعني اليوم نحن اذا قدمنا لوزارة البيئة قادرة وزارة البيئة تفوت تشوف نظرة شاملة عن كل غابات لبنان.
قد في صعوبه بجمع هيدي اداتا؟ يعني هون بدي اتوجه بالسؤال بشقين، يعني ميلي معك وميلي مع بولا، لانه هيدي الهيستوري اللي عم تحكي عنها لحتى ندرس طبيعه كل ارض وكل غابه وكل مكان، هذا شيء بده تعاون، يعني خليني اقول من الناحيه اللوجستيه وكمان يعني تقنيا، خليني اقول بحكي عن الصعوبه التقنيه وارجع احكي عن الصعوبه اللوجستيه مع بولا. تقنيا قد هذا الشيء كان صعب؟ مش كتير صعب، لانه الوذر داتا موجوده. هلا نحن كل ما يكون في بارامتر زياده كل ما يكون دقه اعلى، وهذا السيستم عم يتعلم. يعني نحن هو حاطين هول سنسرز عم بجمعوا داتا، ونحن في شيء اسمه سيميلاريتي اناليسيس. اليوم اذا في غابه ما عندنا معطيات لها، فينا نحن يوزنج داتا مايننج فينا نعرف غابات تشبه هذه الغابه من ناحيه المناخ، من ناحيه نوع الاشجار، ونستعمل بياناتها. يعني اليوم في كتير طرق انه نعمل ماشين ليرنينج موديل كتير كتير دقيق. هلا كيف التعاون؟ يعني ذكرت السبع يلي سبع مراكز يلي رح يتم العمل عليهم بنطاق هذا المشروع، وشي رح نذكرهم، وثاني شيء التعاون مع البلديات المعنيه، مع الاطراف المعنيه سياسيا واجتماعيا، وهيدا الاهم، يمكن هذا الاصعب من لانه تكنولوجي محلوله. لخبرك رح بيتم التواصل مع البلديات اول شيء بالمواقع السبعه يلي نحن اخترناها، اكيد غابه ارز الرب وقضاء بشري، عندنا حج سفيري بقضاء الدنيه، عندنا محميه جبل موسى بقضاء كسروان، عندنا احراج برده لمتان بقضاء المتن، عندنا الاحراج النحازي لمحميه ارز الشوف، وعندنا حرج الدبيه بقضاء الشوف، وعندنا محميه قرنوب بقضاء بمحافظه النبطيه. رح يتم التواصل اكيد مع البلديات والاشخاص المعنيين بالمواقع. رح يصير معاينة أول شيء، رح نكون نحن موجودين بكل منطقة وبكل محافظة، عم نكون موجودين تنعاين أول شيء الأرض لنشوف قديش هي بحاجة لكم سنسر، لأكيد بمواكبة مع شركة يوريسكو أكيد بدنا نستحصل على الخرائط، ومن هناك ورايح بيتم التواصل مع البلدية بشكل مباشر. أكيد رح يصير في تعاون من الشق السياسي هذا بطبيعة الحال مع فعاليات المنطقة، لحتى كمان نبلور هيدي الأمور ونشوف كيف نقدر نكمل هيدا المشروع كله سوا. طبعا خطة مهمة جدا وخطوة وبادرة حلوة كتير زياد. هذا المشروع بحال تم إعطاء الضوء الأخضر له ما بين معاينة الأرض، ما بين إطلاق البيانات جمعة لحتى يكون فعال، قدين احنا عم نحكي بمدة ومهلة زمنية قادرين نستفيد من هذا المشروع إذا ما حصل؟ هلا هو هذا المشروع احكيك شوي عن تاريخه. هو بلش ضمن استراتيجيه بلديه بشري، استراتيجيه تكنولوجي سمارت سيتي. نحن كان عندنا اول شيء بال2016 شيء اسمه البلديه الالكترونيه، طبقناها 2019 اليوم سمارت سيتي. حكينا عن هذا المشروع معي تحديدا بالمورنينج شو 100%. اول بارت منه هو سمارت فورست. نحن بعد بالبلديه عندنا كذا ابلكيشن ثاني له علاقه بالمي، له علاقه بالطرقات، له علاقه بالثلج، يعني في كثير جوانب لهذا المشروع 100%. ونحن السنسرز تبع غابه الارز صاروا موجودين وتستد والسيستم از ريدي. هلا لكل موقع بموقع عندنا هيدي البارت اللي اسمها ماشين ليرنينج بارت، بدنا نجمع هالبيانات ننظفها ونحط تيم اوف داتا ساينتست لنعمل اناليسيس. بس نحن متوقعين انه من هلا لتقريبا اول الصيفيه اذا كله كان اون تراك قدرنا السنسرز ما تعرقلنا بالسنسرز نحن عم نستوردهم. البلديات كانوا متعاونين معنا باول صيف مفروض يكون ديبلويد بال7 سايتس باللبنان، يعني ان شاء الله يكون رجع معنا دولار حتى ما نتعرقل بانه ناخذ نجيب التقنيه يعني اللازم من برا، خلينا نقول لحتى وخير نتامل خير مثل ما قالت بولا بزمن الولاده لازم نكون متاملين خير. بولا كلمه اخيره بهذا المشروع باهميته باصراركم كان على انكم تكونوا حاضرين الى جانب المجتمع اللي اليوم عم بيعاني وبحاجه لهيدي التكنولوجي لحتى نكون عم نحمي حالنا وثروتنا البيئيه. اكيد نحن هون دورنا مسانده الشعب اللبناني معنويا وماديا من خلال هذا المشروع يلي نحن استبدلناه بمهرجانات الارز لل 2020. وانا بدعي ان شاء الله الحكومه اذا تشكلت قريبا يكون من اولويات البيئه،
وخاصة إنه نحن البيئة قادرين نحن يعني هذا نقدر نستورد منه يعني موارد مادية على صعيد المناطق قديش نحن بكن إكستاند يعني قديش نقدر نزرع شجر ونحرج بطريقة كثير واسعة. هذا الشيء مردود للمنطقة والاقتصاد بشكل عام. شغلة ما فينا نستهين فيها هي العلاقة بتراثنا بثقافتنا وهذا انعكاس على الحضارة كمان لأننا نحن كشعب بدون بيئة ما في إنسان ما في إنسان بدون بيئة. فمشروع كتير مهم وعلى مسافة الوطن رح يكون شامل للكل ورح يكون في تواصل مع الكل ويتأمن تعاونه مع الكل لأنه هذا الشيء ما بيعني بس فضاء بشري بيعني جمع الأقضية. من خلالي كمان بوجه تحية لرئيس مهرجانات الأرز النائب ستريدا جعجع لأنه ليدي مش بس بشخصة إنما كمان كمان القرارات يلي عم تتجه فيها يلي بتتوجه فيها ل كل لبنان. زيارته مؤسس شركة يوريسكو شكرا لحضورك معنا موفقين بهذا البروجكت إن شاء الله بنشوفه قريبا مترجم على واقع الأرض بولا جعجع. يعطيكم ألف عافية إن شاء الله دايما هيدا لبنان اللي كلنا لازم ننهض فيه ونحط إيدينا منكون مع بعضنا كرمال لبنان ومصلحة اللبنانيين دائما. أهلا وسهلا فيكم. أكيد شكرا لك شادي. شكرا مشاهدينا أنا مع هاللقاء بوصل لختام صبحيتنا. بلتقى فيكم بكرة بصبحية جديدة ابتداء من الساعة 9 الصبح. اليوم مثل كل يوم بحقلنا نحب مين ما كان ونفكر كيف ما كان نفكر بمسؤولية بإنسانية والأهم من هيك نفكر بوطنية لبنانية. وما تنسوا عبالكم تغيروا شيء بحياتكم أكيد بعد في وقت. إلى اللقاء.